نسمع فيديو لسيد البصيلي يمدح النبي. فالشيخ رمضان الحجازي يقول ان في ولي كبير البصيلي، ما هو اسمه؟ وله تفسير، بقول لك تفسيره مخطوط في معجم المفسرين لمؤلفه عادل نويه. اي صح. شنو اسمه سيد البصيلي؟ ناسي، انما هو يعني يقولون ابو محمد ولا ابو محمد. وله مقام؟ ده الناس بيروحوا له كتير من جميع البلاد اللي حوالينا، يعني هو من اخر بلد في الغربيه على اول بلد في كفر الشيخ. الله، مدد مدد. ابو شهبه، اي محمد ابو شهبه من بلد البصيلي. علامه التفسير والمدافع عن السنه. الله الله. واللي بيرد بالموضوعات والاسرائيليات، وله في السيرة كتاب مجلدين، السيرة النبوية. ده صلى الله سره. نعم. البخاري؟ مين هو؟ اللي هو الشيخ أبو شهبة. بس المملكة العربية السعودية؟ على كم سنة؟ يعني غاب 3-4 سنين يشرح فيه. مدد مدد. قراءات في صحيح البخاري. مدد مدد.